بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نحن في هذه الأيام الفضيلة في أيام ذي الحجة، ومقبلون على عيد الأضحى المبارك وهو في العاشر من ذي الحجة، ويصادف يوم السبت القادم الموافق 9/7/2022. فإن شاء الله تحضيراتنا في لاستقبال عيد الأضحى هي على أتم استعداد بإذن الله سبحانه وتعالى في المساجد، تنظيف جميع سجاد المساجد المسقوفة سواء المرواني أو قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة ومصلى الأقصى القديم والبراق، وأيضا المسجد الأقصى المبارك المسجد القبلي، وأيضا ساحات المسجد الأقصى التي إن شاء الله ستمتلئ بالقادمين لأداء صلاة العيد في هذا اليوم المبارك. نحن أيضا نقول أيضا يوم الجمعة ستكون هناك إن شاء الله من الأوقاف الإسلامية وجبات إفطار، يعني نحن بدأنا من 1 ذي الحجة حتى إن شاء الله 9 من ذي الحجة لوجبات الإفطار التي ستعطى للصائمين القادمين إلى المسجد الأقصى المبارك. وطبعا معروف حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة سابقة وسنة لاحقة. نسأل الله سبحانه وتعالى هذا للمقيمين، نسأل الله أن يتقبل من حجاجنا هذه الفريضة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وصيام من هو قائم في فلسطين ومرابط في المسجد الأقصى المبارك أن يتقبل منهم الصيام بإذنه سبحانه وتعالى. ترتيباتنا لصلاة العيد إن شاء الله تكون صلاة العيد 6:15 بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بعد صلاة الفجر ستفتح الأبواب الرئيسية جميعها تقريبا 5 بإذن الله سبحانه وتعالى لاستقبال المصلين القادمين إلى المسجد الأقصى المبارك، وجميع الاستعدادات لحراسنا وسدنتنا وأيضا قسم النظافة وجميع الأقسام هي مستعدة لاستقبال إن شاء الله المصلين القادمين إلى عيد الأضحى وأيضا أداء صلاة العيد من شاء، وبعدها التوجه لذبح الأضاحي بإذن الله سبحانه وتعالى لكل من صلى صلاة العيد. نسأل الله العلي العظيم أن يعيد هذه المناسبة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى على المسلمين وعلى المسجد الأقصى وهو بأفضل حال، وقد حرره الله سبحانه وتعالى من براثن الاحتلال.